نكمل هنا على تسجيل المحاضرة. وصلنا بس للمثال الأخير اللي موجود محاضرة اليوم اللي مذكور بصفحة 8. هنا هذا اللي عندي هذه channel، خل أرسم لكم إياها 3 dimension. المطلوب حساب قيمة الـ A net. الشانل شكلها هيج مثل ما قلنا بالأسواق المحلية يسموها ساقية. هذه هي الساقية أو الشانل. البولتات اللي موجودة هذا كأنه هذا السنتر لاين مع توزيع البولتات. عندي هنا هذا بولت، وخلي هنا بولت، وهذا بولت، وهنا بولت. فكأنه كل بولتين موجودات على مسار واحد. فهنا أنا من أجي أريد أتخيل المسار مالت الفشل، راح أعطي حالات. الحالة الأولى أنه هنا إحنا سوينا كأنه أجينا فتحنا هذه الساقية، فمن فتحناها شلون كأنه هذا جزء، أوضح لك، هذا الجزء فتحناه بهالشكل، وهذا جزء فتحناه بهالشكل، فصار عندي هذا. لذلك هسه بالسكشن تشوف كأنه هذا الذراع فتحناها، وهذا الذراع كأنه فتحناه بهالشكل هذا، حتى بس يبين توزيع الزوايا، عفوا توزيع البولتات. كأنه هذا هو الفلانج، هاي هي الفلانجة القديمة، هاي الفلانجة اللي هي هذه بهالشكل. ونفس الشيء بالنسبة لهذه، هذه هي الفلنجة القديمة، يعني كأنه هذا هو الويب وهذا هي الفلنجات. فمن نجي هنا حتى نتخيل مسار الفشل، راح نجي نفرض أنه مسار الفشل الأول راح يمر، هو محددني قايل لي أنه أخذ A B C D E F ومنطين الشانل القياسات مالتها. طبعا اول شيء هنا ايش احتاج التكنس مالتي الفلانج بالحسابات، واحتاج التكنس مالتي الويب، واحتاج الاي جروس، فيحتاج ان اروح للكود على الشانل 15 في 33. فراح اروح للكود. شوف هنا من شكل تقدر تميز انه انت عندك دبليو شيب لو عندك شانل. فهنا انا اشوف هسه حول للام، هنا حولنا للاس HP، هذه الشانل. الشانل هنا بلشنا بيها اللي نريدها احنا 15 في 33. خلينا نجي نقربها، 15 في 33 هاي 15 في 50 اول مقطع، احنا اللي نحتاجه 15 في 33. فاذا ال A هي 10، ال D اذا نحتاجها 15، ال T web منطينيها 0.4 والفلانج 3.4. فمن نرجع هنا هذني القياسات طلعناهن، وذاكر لكم انا رقم الصفحه. فهنا من نجي نحسب الاي نت، نقول الاي جروس المساحه الكليه ناقص اي هولز اللي هنا عدد الثقوب اللي موجودات. حاليا عندي 3، فلذلك قلنا 3. بس اذا تنتبه، العفو 4 عندي، الاربعه اذا تنتبه مقسميها الى جزئين، هذين اثنين وذين اثنين. الاختلاف بمن؟ الاختلاف ان هذين الثقوب اللي هو البي والاي هذول موجودات ضمن الويب، اللي هن السي والدي، ذين موجودات ضمن الويب، فلذلك ناخذ التي ويب. بينما ذين الاثنين اللي هو البي والاي اللي هم ذولا، هذا البي
والإيدين موجودات بالفلانج. فمن نجي ناخذ الثيكنس، ناخذ الثيكنس مالت الفلانج اللي هو تي فلانج، يعني كل واحد ناخذ بالثيكنس مالته. أضيف لهم كم مسار مائل عندي؟ عندي ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، بس هنا الثيكنس متغير، فلذلك إيش راح نسوي؟ راح نجي نقول بالنسبة للسي والدي هذا صاير المسار مالت الفشل. خل نجي نباوع لهنا مسار الفشل شلون صار عندي؟ فارضي إنه يمر منا بعدها يمشي بصورة مائلة، شوف مائلة، وبعدها يرجع على هذا، وبعدها يجي العفو بهالشكل يوصل للطرف ويرجع للبولت الأخير باعتبار أنه هاي كسرة عندي. فهنا أنا من نجي لهذا، هذا المسار مالته، هذا شلون نحسبه؟ نقول S تربيع على 4G مضروب في T. فهنا الجي الفورس هذه التي، الاس هي المسافة من هذا الخط، خلنا نرسمها باللون الأخضر، هذه هي الاس المسافة منا لهنا اس اللي تكون موازية للتي. فمن أجي أباوع لها ايش قد قيمتها منطيني اياها؟ هذه 3، فإذا الاس قيمتها 3. الجي هي المسافة العمودية من هذا بداية المسار إلى نهاية المسار، هذه هي الجي. إيش قد قيمتها؟ منطينيها هنا 9، هذه هي 9، فإذا هذا قيمتها 9. العفو، هذا قيمتها 9. التي اللي آخذها إيش قد؟ التي ويب اللي هي هاي، هذه هي التي ويب اللي هي قيمتها 0.4. فلذلك هنا شوف إيش قلنا؟ قلنا واحد باعتبار أنه هذا المائل هو واحد، ومثل ما ذكرت التفاصيل. هذين المسارات المائلة الاثنين اللي بقن، ذين الاثنين نفس الظروف. فبالتالي من نجي ناخذ الاس نقول المسقط الأفقي من هنا لهنا اللي هي 3. الجي المسافة من هاي النقطة لهاي النقطة. الجي هنا أنا ما صير عندك واضحة، فنرجع لهنا لهذا الشكل. الجي هي المسافة منين؟ المسافة من سنتر هذا البولت، سنتر هذا البولت اللي هي هذه من هنا لهنا، وأضيف لها من سنتر هذا البولت لهنا. خلي الرسمة بلون ثاني. الجي هي المسار من هنا إلى هذا البولت، لأن هو الثقب راح يمشي بهالاتجاه. فهذه الملاحظة اللي هي هذه من هنا لهنا والمسار من هنا لهنا، شلون نحسبها؟ راح نقول هذه المسافة هي G1 وهذه المسافة هي G2. ما أوضح لك إياها هنا، راح أرجع لك الطريقة اللي الملاحظة اللي تركتها بالمحاضرة اللي فاتت اللي هي صفحة 5، هذا اللي هي هذا. هنا أنا شلون راح أمثلها لك؟ راح أقول أني الG1 والG2 المسافة من هذا من سنتر البولت للحافة هذه أسميها G1، والمسافة منها للبولت الثاني أسميها G2. أنا المسار اللي أريده هو من سنتر هذا البولت إلى سنتر هذا البولت، يعني سنتر لاين. فالمفروض هذه هي تمثل الجي، هذا هو المسار اللي أحتاجه. إيش راح أقول؟ راح أقول G1 ناقص هذه المسافة الصغيرة اللي خل نسويها باللون الأزرق، هذه اللي هي T over 2. ليش؟ باعتبار هذا هو T، فناقص T over 2 زائد المسافة الثانية اللي هي G، هذه G2 ناقص، أنا أحتاج هذا المسار اللي هو من السنتر للسنتر كأنه، فلازم أطرح من عنده هذه المسافة اللي هي أيضا شو تمثل؟ تمثل T over 2.
ناقص t over 2. العفو أضيف الجي أي ضفتها أي ناقص t over 2. فهذه الملاحظة هذه وين نشتغلها؟ هذه تشتغل عندي مثلا إذا كان عندي زاوية نرجع لها بعدين وين تشتغل، لأن لازم أنطيك أكثر من حالة. فمبدئيا الجي راح تنحسب بهالطريقة، أنه المسافة من سنتر هذا للسنتر ومن سنتر البولت للسنتر، فتصير جي 1 زائد الجي 2 بالنهاية ناقص التي، باعتبار أنه الثكنس هنا مساوي فنصف زائد نصف فصير تي، فلذلك صارت عندي جي 1 زائد جي 2 ناقص التي. هذه في حالة أنه الثكنس متساوي، يعني هاي التي نفس هذه التي راح تصير بهالشكل هذا. بينما هنا من نجي للمثال اللي عندي، من تجي تباوع الثكنس هنا مالت الفلانج تختلف عن الثكنس مالت الويب، الثكنس مالت الويب يختلف عن الثكنس مالت الفلانج. ليش؟ اذا تذكرون التي ويب قيمتها 0.4 بينما التي فلانج قيمتها 0.65، فما يصير اقول الجي تساوي جي 1 زائد جي 2 ناقص تي، لا هذا يصير غلط. حتى اكون دقيق المفروض نجي نطرح من الجهتين، يعني نرجع للقانون اللي بالبداية نقول جي 1 ناقص تي ويب على 2 زائد جي 2 ناقص التي فلانج على 2. هذا حتى نكون دقيقين يعني بحساب قيمة الجي. مرات للتقريب هسه ذا نجي نباوع هنا، شلون حاسبين الجي؟ ماخذين الثكنس الأقل، يعني خلينا نجي نحسبها بالإكزاكت. شوف هنا الجي 1 قيمتها 3، راح نحسبها العفو بالإكزاكت وبعدين نرجع نحسبها بالتقريبي. فراح نقول 3 اللي هي هاي هي جي 1 اللي هي 3 ناقص التي ويب على 2 اللي هي 0.4 على 2 زائد الجي الثانية اللي هي المسافة من حافة الويب لحد السنتر مال بولت اللي هو منطيني اياها هنا يمكن 2 زائد 2 ناقص التي فلانج اللي هي 0.65 على 2. هذا كإكزاكت. للتقريب انه هنا هذا راح ينطرح اكبر فناخذ 0.4 يعني الثكنس الاقل. فاذا اجتكم هيك حالة اما تحسبها بالاكزاكت او ناخذها بصورة تقريبية. التقريبية انه ناخذ الثكنس الاقل اللي هو هذا الـ 0.4، فكنا راح يصير 3 زائد 2 ناقص 0.4 اللي هو مثل ما معتمدي هنا بالحل، هاي 3 زائد 2 ناقص 0.4. هذه نجي نضربها بالتي، هنا لكون التي متغير يعني مو ثابتة فأخذناها المعدل مالت 2 اللي هي تي ويب زائد تي فلانج على 2، فراح تصير عد المعلومات كلها واضحة. راح نجي نضربها نطلع قيمة الـ A net. هنا أنا قايل لكم هذه هنا أنا في حالة عندي أنا ساقية، يعني هاي الحالة إذا صارت عندي channel ممكن يصير عندي هاي الملاحظة، أو إذا كان عندي زاوية، أو إذا كان عندي W shape، يعني قصدي التوزيع هذا مالت البولتات إذا أجب هيك شلون هاي الصيغة، فممكن نستخدم هاي الملاحظة. هذا بالبليت ما تشتغل لأن باعتبار أنه ما عندي هيك كسرة، فتشتغل بالشانل والأنجل والW shape. لهنا نكون كملنا محاضرتنا لهذا اليوم ونلتقي إن شاء الله على المحاضرة القادمة. شكرا جزيلا.